كل حاجه. بعض المشككين بقى هيكلموا عن انه طيب كيف سيتم دفع الفوائد يعني؟ ده الرد عليها سهل جدا يا زوال. اولا هيئه قناه السويس ما هياش مشروع جديد. قناه السويس بتدير عائد 5 مليار و300 مليون دولار حاليا بدون التوسعه وبدون الشغل اللي هو هيخلص بعد سنه وهيزود الايرادات. قناه السويس لما يكون ايرادها في حدود 37 مليار دولار جنيه في السنه سهل جدا انها تقترض بهذا المبلغ واكثر بكثير. فان هي تخدم الدين ده حاجه سهله جدا. واحنا كمان في نفس الوقت احنا عملنا عشان نبعد اي حاجه عن قناه السويس احنا عملناها بضمان الدوله المصريه ممثله في وزاره الماليه، وان البنك المركزي بيقوم بالخصم اول باول على حساب قناه السويس او حساب وزاره الماليه لدفع الفوائد ودفع المبلغ القرض في الاخر شهاده استثمار. فكل الكلام ده يعني مضمون 100%، يعني ما فيهوش اي شك ولا والناس بالفعل هتبدا في تحصيل الفوائد بعد 3 اشهر. طبعا 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 من يوم من تاني يوم ما اشترى بياخد العوائد بتاعته بعد 3 شهور طبعا. طيب كمان البعض بيشكك هنا يا استاذ هشام، بيقول لك انه المشروعات التانية ستنهار لأنه المصريون سحبوا أموالهم وبعضهم سحبها من ودائع البنوك، وده ربما يؤدي إلى انهيار مشروعات أخرى. ده كلام طبعا. أولا بنوك فيها سيولة عالية جدا، وأنا كنت رديت في الأول خالص في المؤتمر الصحفي قبل ما نصدر الشهادات، ودائع البنوك بتزيد كل 3 أشهر بمعدل متوسط 50 مليار جنيه، وده مش توقعات، دي أرقام حقيقية عن السنة اللي فاتت. كان متوسط الزياده في الودائع 50 مليار جنيه كل 3 أشهر مبدئيا، فده في حد ذاته رد كافي. الشهادات دي اكتسبت فلوس من خارج الجهاز المصرفي، يعني الناس اللي يعني الناس ما خدتش من الودائع ووضعتها في شهادات الاستثمار. لا، خدت طبعا من حساباتها، وفي نفس الوقت جالنا فلوس كتيره من بره الجهاز المصرفي، من الناس كانت عندها كاش وناس عندها دولار قلبته المصري كل الكلام ده. فبالعكس ده اكتسبت اموال من بره الجهاز المصرفي، الى جانب ان الجهاز المصرفي فيه سيوله عاليه جدا جدا، وودائعه بتزيد كل 3 أشهر بمعدل لا يقل عن 50 مليار جنيه، فبالتالي ال 60 مليار دي لا تمثل شيء بالنسبه للودائع الجهاز المصرفي اللي هي حاليا تريليون و100 مليار. فطبعا ده كلام طبعا برضه تشكك في غير محله، وبقى احنا الودائع والكلام ده كله مش جايبينه عشان نتفرج عليه في البنوك. الفلوس دي لازم تشتغل، كل ما بتشتغل كل ما بتفيد الاقتصاد، كل ما تعمل عائد اكثر، بتشغل ناس، بتعمل حركه، بتشغل مصانع، بتبيع مواد خام، كل الكلام ده طبعا بيضيف. فبالعكس ان الودائع انها تبقى قاعده راكده ده يبقى خطر على الاقتصاد. كونها تتحرك في مشروع استثماري جيد وناجح طبعا ده اضافه للاقتصاد واضافه للجهاز المصرفي واضافه لكل حد. انا وحضرتك بتكلمني بتجيلي رسائل انه من بعض الناس، هل نطمح في انه يتم مد الاكتتاب ليوم اخر؟ الحقيقه طبعا لا يمكن، ان هو المبلغ المطلوب هو 60 مليار واحنا مش هناخد اكتر من المبلغ المطلوب، ولو عملنا غير كده يبقى احنا بنشتغل غلط. نبقى بنشتغل غلط، يعني لو زودنا لو مدينا طبعا يبقى الفلوس مش هتروح، مش رايحه في مكانها، لكن هو ده السبب. لكن لو انا عشان كده قفلت النهارده، انا كنت استمريت لبكره كان تاكيد المبلغ يعدي 75 مليار يعني بالمعدلات اللي احنا شايفينها دي. لكن طبعا هو الهدف تام، وان شاء الله يبقى في دايما مشاريع اخرى وفرص استثمار اخرى، ومصر ابتدت تتحرك ان شاء الله الى احسن من الناحيه الاقتصاديه. ان شاء الله. بتوجه لحضرتك بالشكر ونهنئكم على يعني هذا النجاح في اداره الجانب البنكي والمصرفي، لانه في جوانب كثيره متعلقه بهذا الحلم الذي نسعى جميعا لتحقيقه. استاذ هشام رامز بتوجه لحضرتك.